النهارده المؤتمر السادس لقسم الطب النفسي والاعصاب لكليه الطب جامعه قناه السويس. وفي الحقيقه احنا بنناقش كل الجديد في الامراض النفسيه والعلاجات المختلفه والابحاث المختلفه، وبنحاول نتبادل وجهات النظر بيننا وبين كليات الطب المختلفه على مستوى مصر. وفي الحقيقه اللي حاضر المؤتمر ده كبار اساتذه الطب النفسي في مصر زي الاستاذ الدكتور احمد عشاشه، الاستاذ الدكتور يوسف عبد المحسن، كل الكليات. وفي الحقيقه هم بيشرفونا، وبالتالي احنا هنا هو المؤتمر بيحوي مدارس الطبيه النفسيه المختلفه اللي بتتكلم في الاتجاهات المختلفه. في ناس بيركزوا على العلاجات النفسيه كوهيه، وفي ناس بيهتموا بالعلاج المعرفي، في ناس بيهتموا بالعلاج السلوكي. فاحنا هنا بنحاول ان احنا نخلي المريض نحاصر المرض من كل الجهات، يعني نعمل تركيبه من العلاجات تشتمل على العلاج الدوائي والعلاج النفسي والعلاج السلوكي والعلاج المعرفي، بحيث ان احنا نحارب المرض بقدر الامكان. وكمان نحاول ان احنا نخلي المريض يوصل الى مرحله من كفاءه الحياه او جوده الحياه، يرجع لحالته الطبيعيه ما قبل المرض، اللي هي المرحله اللي هي كان فيها بيعرف يشتغل ويستمتع بحياته، يبقى له علاقات اجتماعيه، علاقات اسريه، مش مجرد ان الاعراض المرضيه تختفي. احيانا الاعراض المرضيه تختفي لكن المريض ما بيرجعش للتمتع بجوده الحياه. احنا هدفنا انه يرجع يبقى انسان عادي ويعيش ويستمتع ويتخلص من وصمه المرض النفسي، ويبقى انسان يفيد نفسه ويفيد الاخرين.